مصر أبناء رئيس الجمهورية يشعرون بأي تميز عن الشعب المصري في هذا لا لا لا، واحنا معروفين يعني، احنا فضلنا اولا احنا الوحيدين من اعضاء مجلس قيادة الثورة. لما قامت الثورة والدي خلانا في المدارس الحكومية المصرية بالعربي يعني. الباقيين كلهم راحوا بقى السكريكار وما اعرفش ايه والمدارس والامريكان كوليدج والحاجات، اتنقلوا يعني. احنا فضلنا لغايه ما اتخرجنا. والدي كان لما الواحد يقرا خلفيته الاجتماعيه هيفهم كل حاجه. علاقته مع اسرته واخواته اسيوط بني مر، شوف هو علاقته طبعا عمامي كان باستمرار بييجوا عندنا في القاهره، وهما كانوا عايشين في اسكندرية وطبعا بيزورونا في المعمورة وكده. بالنسبة لأهله بقى، هو كان حريص جدا لما يعين المحافظين يجيب محافظ اسكندرية ومحافظ أسيوط ويقول له ما حدش يقول لك أنا اتصلت بالرئيس وتعمل شيء، تكلمني فورا مباشرة. هو كان حريص طبعا إن حتى أسرته البعاد يعني ما يستغلوش انه قريبهم جمال عبد الناصر. اخته عايده تزوجت في 68 يعني بعد النكسه، بعد سقوط الكثير من الشهداء. عايده اصغر مني. نعم. ايوه ما هو حصل ايه؟ هقول لك. راح قدر يحضر؟ لا لا ما راحش. ما كانش بيحضر افراح. نعم. طبعا بعد 67. احنا رحنا طبعا والدتي. عايده اصغر مني ليه؟ لان والدي بعد وفاه جدي بعد وفاه جدتي اتجوز. نعم نعم. وكانت صغيره نسبيا بالنسبه له. نعم. وخلف منها بقى صبيان، اربع صبيان، وعايده بقى هي اصغر واحده، كانت نفسها في بنت.